السلام عليكم يا شباب وصبايا، معكم علاء. جات لكم اليوم بفلوك جديد عن أسعار السيارات. اليوم مثل ما شايفين من شركة تويوتا، راح نبلش بالسيارات الموجودة اللي عندنا هون. أغلبية سيارات تويوتا صارت هايبريد، يعني محركاتها جينة، فيكن تحكي يعني محرك كهرباء زائد محرك بنزين. شوف سعر السيارة هاي، حق 12,000، ممكن تاخذها بقسط شهري ل 80 يورو. طبعا السيارة 3 سلندر، ماشية تقريبا كيلومترات، مو مبين هون بالضبط، بس سيارة 72 PS، محرك 1000 CC. طبعا مواصفات بشكل عام بتكون قليلة على هيك سيارة لأنه سعرها بيجي رخيص. السيارة هي عندنا كمان نفس النوع، كمان سعرها هي السيارة 12,000، هاي تويوتا يارس، فيك تاخدها بالشهر ب85 يورو فقط لا غير. فعلا عوضة كتير مشجعة يعني. طبعا هي السيارة مستعملة بس تاخدها بوكالة من شركة تويوتا. سعر السيارة 12,600، فيك تدفع أوس لايستونج. طبعا في موضوع بدي أحكي معكم فيه عن موضوع الضريبة. طبعا في هلا خلال 6 أشهر هاي مشان جائحة كورونا صار في تخفيضات بالضريبة، يعني بدل ما أدفع 19% على الضريبة السعر الإجمالي أدفع بس 16%. هاي كلها تويوتا يارس، هاي طبعا سيارات صغيرة ناعمة، كلها أسعارها متقاربة تقريبا. نجي للسيارة هاي، هاي السيارة هايبريد، هذا الشعار مثل ما شايفين صار لونه دقل اللون الأزرق، معناته أنه السيارة بتكون هاي سيارة هجينة، يعني محرك كهرباء زائد محرك بنزين. هاي هون علامة الهايبريد كمان. هاي سعر السيارة 28,000، سيارة 150 PS، 4 سلندر، القسط الشهري 265، السعر الإجباري 28,000. طبعا هاي السيارة بتجي هايبريد، بيجي فيها محرك كهرباء زائد محرك بنزين. شوف السيارة من الجانب، السيارة من الخلف، هي تقريبا كارت 2019 2020. السيارة هي اسمها CHR، هي كمان نفس النوع CHR، كمان هايبريد السيارة، بس طبعا التصميم مميز من شركة تويوتا. يعني الجماعة مشترينا اياها للسيارة، فيها تصميم كتير حلوة. مثل ما شايفين السبويلر اللي فوق فيها خطوط رياضية، مسكة الباب مثل ما شايفين صايرة فوق بالأعلى. شوف السيارة من الداخل، يعني بالنسبة لشركة تويوتا سيارات معروفة، سيارات عملية، أسعار مناسبة. شوف سعر السيارة، هي سيارة مميزة عشان هيك سعرها عالي شوي، سعرها 31,000. كمان السيارة 150 PS، 2000 CC، 4 سلندر، بيجي معها كمان محرك كهرباء. القوة الإجمالية تقريبا بتجي 200 حصان. هاي السيارة كمان أخدة بالنسبة لتوفير البنزين A بلس، يعني واحد اي زائد. كل السيارات مشاكين صارت هايبريد هون شركة تويوتا، تقريبا 2019 كله صار هايبريد، يعني محرك كهرباء زائد محرك بنزين. اي سيارة تجي 4 أبواب اقتصادية داخل المدينة، ممتازة السيارة هاي. هاي بس بنزين محركة، هاي كمان نفس الشيء، هاي كمان جاية هايبريد،
في عنا هي تويوتا بلوس، هاي تويوتا على ما أظن اسمها يارس كمان. الدفعة الشهرية فيك تاخدها بس ب 189 يورو، طبعا بيكون في دفعة بتدفع أول دفعة شي 3000 يورو بتقسط، والسعر الباقي بيجي مثل اسمه غات شلوس أو الدفعة النهائية. في عنا شغلة ذكرتكم فيها، موضوع الضريبة. هلا خلال 6 شهور بدي اشتري سيارة مستعملة أو جديدة، في خصم 3% على كل السيارات بألمانيا، 3% من الضريبة الإجمالية للسيارات. طبعا هذا هون معرض سيارات كامل، في عندكم كمان شايفين هي السيارة السوبارو، فيك تاخذها ب 95 يورو فقط بالشهر فقط لا غير. السوبارو سيارات حلوة ومميزة. هاي سيارة جاية اس يو في. عنا تويوتا هون كمان، هاي سيارة اس يو في كمان، فيك تاخدها ب 269 يورو بالشهر فقط لا غير. كمان هاي سيارة هايبرد، شايفين الشعار، هاي تويوتا رافا، رافا فور، هاي تجي كمان كهرباء وبنزين. السعر الإجمالي مثل ما كاتبين هون 25000، قسط الشهري 270 يورو، سيارة كرتها 2017، كيلومتر 14000 فقط لا غير. لقيت السيارة، طبعا ليك نظام نقل عمياء موجود بالسيارة كمان. هاي كمان نفس النوع، كمان رافا فور، كمان سعرها 27000، 208 يورو شهريا فيك تدفع، كمان ماشي بس 14000. انا بشجع ما تشتري سيارة زيرو، اشتري سيارة تكون ماشية هيك مثل ما هي السيارة، كيلومتر قليل بيكون سعرها مكسور وبتكون مثل السيارة الجديدة بالضبط. كلها هاي السيارات هايبرد، لا هاي السيارة موجودة بس بنزين، هذيك السيارة كانت هايبرد اللي قبلها. كمان لونها مميز السيارة، هاي السيارة بأوروبا كتير الناس اليوم مرغوبة هالوقت، وسعرها بيكون اقتصادي، وسيارات تويوتا بشكل عام سيارات اقتصادية. هاي السيارة تقريبا فرشة من جوا أزرق، هاي فيها الطابع الرياضي السيارة. هيك كانت جولة سريعة، حبيت أطلعكم فيها على سيارات تويوتا وأسعار سيارات تويوتا المستعملة. طبعا سيارات تويوتا معروفة سيارات عملية، هون بسموها السيارة تتوارثها الأجيال لأنه ما بتخرب. لا تنسونا بمشاركة ودعم، شجعونا لنستمر معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.